نكبة الناصرية تدخل بازار الصراع السياسي وتنذر بحرب مفتوحة بين الكاظم والصدر. الفرق بين الحريق والمحرقة شاسع. الحريق قد يكون قضاء وقدر، لكن المحرقة دائما بفعل فاعل. اللي صار بمستشفى الحسين لحد الآن ما معروف شنو، حريق بسبب إهمال لو محرقة بسبب صراع سياسي. خلونا نشوف. من أيام تشرين الناصرية صارت مدينة حرائق، يا محترقت بيها مباني ومقرات أحزاب، يا محترقت بيها بيوت مسؤولين، ويا محترقت أوراق سياسية وسمعة تيارات جماهيرية وشخصيات. الناصرية هي هيج من الله، مدينة نار، نار وثورة ونار سلطة ونار ما تعرف إلا من تعزوها، للسياسة أم للإهمال. واحدة من تداعيات الحريق هو حجز مدير صحة ذقار ومدير المستشفى ومدير جهاز الدفاع المدني وثمان مسؤولين آخرين. وكردة فعل على الإجراء، وزير الصدر صالح محمد العراقي طالب بإقالة المحافظ أحمد الخفاجي، ثم العمل على إرجاع هيبة الدولة بالناصرية وأمنها واستقرارها. السؤال، ليش هذا الارتهان بين إقالة المحافظ وإقالة مدير الصحة؟ هاي الراد لها شرح. مدير الصحة صدام الطويل تابع للتيار، وسبق أن أقيل قبل الحادثة، لكن بعد استقالة الوزير السابق وتكليف الدكتور هاني العقابي بإدارة الوزارة، أول شيء سواه هو إعادة صدام الطويل لموقعه بصحة ذيقار. طبعاً هاني العقابي هم تابع للتيار، يعني الاثنين مختومين بختم الحنانة. لذلك ناشطين ناصرية وشيوخ عشائرها حملوا التيار المسؤولية وأصدروا وثيقة تهديد انطوا بيها مهلة 3 أيام لخروج مافيات الفساد من الناصرية وعلى رأسها جماعات التيار. طيب صالح العراقي شنو يقصد من عبارة العمل على إرجاع هيبة الدولة بالناصرية؟ أكيد يقصد ثوار تشرين اللي دخل التيار وياهم بمعركة مفتوحة، معركة شرسة وما تقبل التأجيل. الصدرين يعتقدون أنه شباب تشرين هم اللي دمروا الدولة ونزعوا هيبتها وتعدوا على المؤسسات، وهالمرة الاتهام وصل إلى افتعال حريق بالمستشفيات. ما حد جهر بهالشيء علناً طبعاً، بس النائب غالب العميري لمح بيها لما قال ما معقولة تحرقون المدينة بسبب منصب زائل. بعد هاي التلميحات ردت فعل المحافظ تسربت بطريقة غير مباشرة، رسالة انكتبت وانمسحت، بس بها اتهامات قوية للصدريين بذيقار كونهم رعاة للفساد خصوصاً بالصحة. الصحة القطاع اللي يديره صدام الطويل بالناصرية وموسى العقابي ببغداد. المحافظ فضح المستور وشن هجوم خارق حارق على التيار. هسه بغض النظر عن هاي التفاصيل، هل يمكن تخيل أن يكون الحريق مفتعل لتجديد صراع سياسي قديم بالناصرية؟ البعض يقول ممكن، ويا ما صارت، والناصرية نفسها مو بعيدة عن هيج أجواء. تتذكرون قبل إقرار الموازنة شلون علقت الأمور واحترقت الأجواء وراحوا ضحايا إلى أن تبدل المحافظ وتم تعيين عبد الغني الأسد. بنفس المنطق، نفس المنطق ممكن اللي جاي يصير نفس الشيء.
خصوصا احنا رايحين لانتخابات حاسمه، انتخابات حصه ذي قار بيها 19 مقعد، يعني كتله مؤثره، لا سيما ان المعادله هالمره مختلفه، والمقعدين ممكن ياثرون يوجعون، فكيف اذا 19؟ الخلاصه الناصريه ام الحرائق والمحارق ايضا. ابنها النبي ابراهيم نفسه ما خلص من المحرقه، شابقت على مقاريد هالوقت، هاي كتبت الله: انت بالناصريه لو تحرق لو تحترق، والاثنين بثواب ابراهيم والحسين. حياكم الله. حياكم الله أعزائي المشاهدين، وإحنا باقين بأجواء الناصرية وفاجعة مستشفى الحسين. طبعاً الأعداد وصلت إلى ما يقارب 92 وأكثر، فاجعة كبيرة. اليوم مجلس النواب أيضاً عقد جلسة، راح نناقش كل هاي الأشياء مع ضيوفنا الدكتور نجم عبد الطارش الغزي، أكاديمي ومرشح سابق لمنصب محافظ ذي قار من الناصرية، وراح ينضم لنا الاستاذ غالب الشابندر الكاتب والباحث، و يعني ما اعرف الاستاذ محمود الزجراوي النائب عن تحالف سائرون اتصل قبل نص ساعه قال صار عندنا حادث قدر الله يحفظه ان شاء الله ويحفظ اهله وسلامته. مرحبا بضيوفي الكرام، ابدا مع دكتور نجم عبد الطارش. دكتور حياك الله، انت توقعت قبل اختيار المحافظ الحالي انه مشكله الناصريه لن تحل باختيار محافظ جديد وراح يواجه مشاكل كثيرة، من وين إجاك هذا التوقع؟ تفضل. السلام عليكم، تحية لك والمشاهدين الكرام. المشكلة هذه أنا يعني تكلمت بها مع رئيس الوزراء شخصيا ومع المسؤولين، أنه مشكلة الناصرية هي خلل بنيوي كبير تراكم خلال السنوات الطويلة حتى ما قبل 2003، وتكلمنا وياهم قلنا لهم أنه مشكلة الناصرية هي أكبر من تغيير أشخاص، لابد أن تكون هناك سياسات عامة واقعية حقيقية ترتقي إلى مستوى الأزمة في الناصرية. لكن للأسف الجهد الحكومي خاصة بعد مجيء السيد عبد الغني الأسدي كان ذاهب إلى إجراءات ترقيعية، وهذا ما دفعنا إلى أنه نأخذ موقف مع الناس وقلنا أن هذه الإجراءات الترقيعية لابد أن يأتي يوم وتنكشف، وبالتالي القضية هي أكبر من قضية أشخاص، وإنما القضية هي قضية كبيرة جدا، لا بد أن نحدد المشكلة، لا نعالج النتائج وإنما معالجة للأسباب. الذي حصل هو ترقيع لبعض النتائج وليس حل. شنو تقصد بالإجراءات الترقيعية دكتور؟ جادة إجراءات ترقيعية أنه تحل الأمور بطريقة معينة، وترضيات لهذا الطرف، ترضيات بمناصب لهذا الطرف، وعود سوف نعمل يعني بعض الشو، يعني اللي هو مثلا إجراءات من خلال القيام بافتتاح بعض المشاريع وبعضها جزء منها وهمية، وعود بفتح مشاريع. أهم الوعود أستاذ عدنان وأنت ابن المدينة، تكلموا معنا وقالوا أنه ميزانية الناصرية تريليون و300 مليار زائدا 309 مليار مجلس إعمار ذي قار. بعد أن جاء المحافظ وتم تعيينه اتصلت أنا بالأخ أحد الأخوان في المحافظة قال ميزانيتنا حسب وزارة التخطيط 300 مليار، صور من تريليون و600 مليار إلى 300 مليار، وبدأ يتكلم الحكومة على أنه هذه المبالغ التي تم الوعد بها هي جزء من الميزانية التشغيلية، وأنت رجل محامي وتعرف الميزانية التشغيلية هي ليس من مهمة المحافظة أن تدفع. هذا جانب. جانب آخر، لم يراعوا بنظر الاعتبار أنه الناصرية هي المحافظة الوحيدة في العراق التي أعلنت كمحافظة منكوبة وبقرار من البرلمان. في كل العالم إجراءات المناطق المنكوبة وإجراءات حالات الطوارئ في مناطق لابد من إجراءات لتخفيف هذه النكبة، لم تتخذ أي إجراءات، وبقي هذا القرار الذي يتعلق بكون الناصرية محافظة منكوبة هو مجرد قرار مجاملات وقرار
تماهى مع الرأي العام في حادثة جميل الشمري والتي عدت ولم يتم التحقيق بها، وبعد ذلك جاءت حوادث أخرى وأخرى وأخرى، وحادث ينسي حادث، وهذا الحادث أيضا سينسى بحادث آخر ربما في محافظة أخرى. طيب، أو في نفس يعني المحافظة دكتور، وبالتالي دكتور تسير الأمور بهذه الطريقة. الأحزاب غير موجودة، يعني تشرين، شباب تشرين حرقوا كل مقرات الأحزاب، الناصرية مدينة خالية من مقرات الأحزاب، منين تجي المشاكل؟ نعم سيد العزيز، هي القضية، الصراع السياسي في المحافظة هو ليس بوجود مباني وليس بوجود هذا الطرف في هذا المبنى أو ذاك المبنى. كل خلنا نكون واقعيين، إحنا أبناء الناصرية وأبناء هذا البلد، جزء كبير من شعبنا متحزب بهذا الاتجاه أو بذاك الاتجاه، وبالمناسبة العراق عندما يتحزب باتجاه معين يتطرف، فلذلك التطرف هو ليس التحزب وإنما التطرف والتحزب، وكل طرف يعتقد أنه جماعته جماعة معصومة تنأى عن الفساد وبعيدة عن الفساد، والفساد هو بضاعة الآخرين، هاي الكل يعني، وبالتالي ضاعت المسؤولية وضاع نظام المحاسبة. كان سابقاً المجلس المحافظة متكون من الأحزاب اللي تتكون في السلطة، وهذه الأحزاب أيضاً شكلت منظومة للتوازنات والصفقات، وفي البرلمان نفس المشكلة، وحتى الحكومة هي برلمان مصغر، الحكومة أيضاً قائمة على أساس أنه أحزاب موجودة في السلطة، وبالتالي يعني الوزارات أصبحت إقطاعيات والمحافظات أصبحت إقطاعيات. طيب خلينا نتحدث شوية عن اللي حصل بمستشفى الحسين دكتور، يعني المعلومات اللي عندك، خلي أخذ من عندك معلومات حتى نشرك الأستاذ غالب ويانا بعد قليل، تفضل شنو معلوماتك عن اللي حصل؟ يعني البعض يتحدث هو تسريب غاز، البعض يتحدث هسه سمعنا لا هو صراع سياسي، بحيث السيد مقتدى دخل بالموضوع يقول هذا المحافظ لازم يقال، النائب غايب العميري يتحدث انه ما معقوله تحرقون المدينه من اجل منصب، هل يعقل ان نحرق الناس من اجل صراع سياسي؟ تفضل. خل اعطيك معلومه استاذ عدنان، الناصريه عموما لم يتم اضافه اي سرير للمستشفيات منذ العام 1980، شركه توشيبا اليابانيه بنت لنا المستشفى العام الذي كان يسمى مستشفى صدام، كل هذه الفترة سواء بعد الثمانين لحد 2003 وبعد 2003 حد 2021 لم يضاف سرير واحد. تصور المستشفيات اللي عندنا في الأقضية عبارة عن خرائب، مستشفى النسائية الوحيد اللي موجود هو مستشفى بنت الهدى مبني في 85 وعمره، هو عبارة عن كرفان أيضا مبني في 85 وعمره الافتراض انتهى. ما الذي حدث؟ عندما جاءت أزمة كورونا كانت وزارة الصحة عاجزة تماما عن استيعاب المرضى، تقدمت بمساعدات من قبل أطراف ثلاثة، العتبة الحسينية والعباسية وشركة النفط زائدا تبرعات الأهالي. شركة النفط بنت أحد المستشفيات اللي هي مبنية من الكرفانات، والعتبة الحسينية أيضا بنت، والأهالي في كل المحافظة أجزاء المحافظة بنوا بشكل سريع. وتصور يعني تبرعات أطباء الناصرية والكادر الصحي، أنا كنت يعني شبه مشرف عليها، جلبنا تقريبا 3 خزانات من الأكسجين من إيران، رفعت الطاقة الاستيعابية للمحافظة من 10 طن إلى 45 طن، ما كانت وزارة الصحة عندها مبالغ توفر حتى الأكسجين، وتتذكر الأزمة شلون كانت العام الماضي بالأكسجين. هذه المستشفيات بنيت على عجل وكانت تحت ضغط الرأي العام وتحت ضغط كورونا، للأسف عندما سلمت إلى وزارة الصحة وسلمت إلى الجهات الحكومية في الدفاع المدني وزارة الداخلية لم يتم مراقبة أي معايير للسلامة والأمان. تصور هذا المستشفى اللي احترق تحول إلى فرن إلى باب واحد، عندما احترق الباب أغلقت كل مخارج الطوارئ غير موجودة، كل المعايير بالسلامة والأمان غير موجودة، حتى سيارة إطفاء كانت بعيدة، احتاجت تقريبا أكثر من حوالي ربع ساعة حتى توصل إلى مكان الحادث، وكانت كمية المياه اللي بها غير كافية. يعني هذا الموضوع كان ربع ساعة كافية كانت لإغلاق الباب، والدخان قتل الناس وانهار المبنى بالكامل. طبعا عندما فتحوا المستشفى كان هناك نوع من التباهي والفخر لدى الذين قاموا بفتحه، لكن عندما احترق المستشفى تنصل الجميع يعني عن المسؤولية، وبالتالي سيارات الإطفاء وصلت نعم بعد تقريبا نص ساعة والحريق خلاص التهم. لا ربع ساعة تقريبا، حتى لا أقول أول سيارة، أول سيارة وصلت ربع ساعة، وتعرف أنت السندويش غير كافية ساعدنا أن أغلق الباب الرئيسي ومخارج غير موجودة، الباب الخلفي كان مغلق بنفس الوقت. هناك مشكلة سيد عدنان، مشكلة حقيقية، هذا لا نعزوها فقط للسلطة حتى نكون واقعيين، المستشفى صاير مضيف يعني للأسف، حتى الناس
في المحافظة بسبب فقدان السلطة، ضعف السلطة، الناس ما يتقبلون حتى أوامر السلطة، صار هناك نوع من التمرد. جزء كبير من الناس كان وجودهم غير ضروري في مستشفى أصلاً بمصابين كورونا، لكنه الحمايات والشرطة الموجودين كانوا غير قادرين على الصدام مع الناس، لأنه ربما هذا يحدث مشكلة. بمجملها هذه شكلت المشهد، وأغلق الباب وتحول المستشفى إلى فرن أحرق أكثر من 100 جثة، ولم يستطع الخروج إلا تقريبا حوالي 15 أو 16 شخص استطاعوا الخروج في اللحظات الأولى. طيب خليني أولا أرحب بالأستاذ غالب الشابندر، حياك الله أستاذ غالب، وبعد ما تسمعني حياك الله. وصل الموضوع إلى أنه الصراع، ولكن الصوت شوية بيخرخش، يا بيخرخش الصوت، بيخرخش الصوت، بيخرخش. خرخشة حلوة مو حلوة أبو عمار؟ مرات أكو خرخشة حلوة. عيوني بيخرخش الصوت، بيخرخشة يا حبيبي. يا با الصوت مو زين ويا أبو عمار. هسه شلون الصوت؟ المفروض أفضل ها؟ هسه زين زين بالكاد بالكاد خوش. زين يعني يلا ولا يهمك. محافظ الناصرية أمس بمقابلة على العراقية لا يستبعد أن يكون هناك طرف متعمد بحرق مستشفى الحسين. تخيل يعني هل يعقل أنه الصراعات السياسية تتحول إلى حرق المستشفيات؟ تتخيل هذا الشيء ممكن أن يحصل في النزاع السياسي بين الكتل السياسية بالعراق؟ هذا مع داعش ممكن، بس بين الكتل السياسية تفضل. شكرا لك ولضيفيك الكريمين. في الحقيقة يؤسفني أنا لم أسمع كلام الأخ حميد الغزي، بس ماكو عندنا حميد الغزي. قريت مانشيت، لا منو اللي كان؟ أكو واحد تصريح، لا دكتور نجم، دكتور نجم الغزي، وعندنا محمود الزجراوي اعتذر قبل نص ساعة، قال عندي قدر بيهم. قلنا له بعد الله يسهل لك. ايه تفضل حبيب قلبي، حبيب قلبي عيوني. الحقيقة يعني إذا واحد يستعرض الأحداث اللي حصلت في حرق أو أدت إلى هذا الحدث الفاجعي، واضح له أنه متعمد. يعني ليش؟ لأنه كل العناصر اللي موجودة واللي دخلت في الحدث تصب في التأييد والتأكيد إلى أن الحدث وراءه سبب مقصود وهادف، وإلا كيف نفسر تأخر سيارات الإسعاف؟ كيف نفسر إلى أنه عندما وصلت سيارات الإسعاف والغثاء الإغاثة كانت خالية من الماء؟ كيف نفسر هناك تأخر في جذب الجثث؟ كيف 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 كيف؟ الناظم الحقيقي لكل هذه الأسئلة تطلع بنتيجة إلى أنه الحدث متعمد وليس بوفق قانون أنه غير متعمد أبدا نهائيا. مو قضاء بفعل وقدر غير فاعل، وإنما بفعل فاعل. مو قضاء أنت وقدر. تسألني هل وصل الحال بالكتل السياسية أن تصل إلى هذا الحد في صراعها، بحيث إلى أنه على حساب هذه الجثث وعلى حساب نعم بدليل. بس اسمح لي استاذ عدنان، اسمح لي هذه الكلمه اذا تسمح لي، بدليل الى انه العراق كلا باع في ظروف صراعهم السياسي، فهذا جزء من بيع العراق. هذا جزء من تحويل العراق إلى ضيعات حزبية، أصلاً مو حزبية ما عندنا أحزاب، إلى ضيعات شخصية وأسرية وعائلية. مو إسلاميين. شنو اللي يمنع إلى أنه الصراع ما بين هؤلاء يؤدي إلى حرق مستشفى؟ اللي يمنع أنه أغلبيتهم ما دام العراق، أخي العزيز اسمع المعادلة، افهم المعادلة أخ عدنان، افهم المعادلة. العراق بيع ماءه وبيعت أرضه وبيعت عقائده نتيجة الصراع السياسي بين هذه الكتل. تقول لي هاي الكتل صراحة ما يؤدي إلى أنه لا تنزل إلى هذا المستوى
من التفكير ومن هذا المستوى من اللا ضمير؟ لا انا اتعجب عليك انت تفكر هذا التفكير. لا اقول اكو مستوى، هاي 4 ملايين اللي هربت، اقول اكو مستوى مو يعني الاغلبيه اسلاميه، الاغلبيه مذهبهم مذهب الامام علي بن ابي طالب، واكو مستوى يعني من الـ من الـ اذا اسمح لي والله ما حبيبي عدنان، عندما وصلوا الى الكرسي مات علي بن ابي طالب، عندما وصلوا الى الكرسي مات علي بن ابي طالب، والا علي بن ابي طالب يرضى انه معهد دبلوماسي يمثل الوجه الخارجي للعراق، كل اولاد مسؤولين. علي بن ابي طالب يقبل انه وزارات تصير محاصصات حزبيه واسريه. علي بن ابي طالب يقبل انه الوزير يجيب طاقم من ابنائه وابناء ابنائه، وعندما ينتقل الى وزاره اخرى تنتقل مع هذا الطاقم. علي بن ابي طالب يقبل الى انه هناك عشرات من الارهابيين في سجن الحوت، طيب، والى الان لم ينفذ فيهم حكم الاعدام والجرائم ثابته في حقهم. علي بن ابي طالب يقبل ان يتحالف الاقطاعي الشيعي الصدامي فالح الفياض مع الراسمالي السني القطري خميس الخنجر. وين هذا شو يسمونه؟ شو تقول لي انت؟ قيم راحت؟ اخي هؤلاء عبدوا انفسهم، نسوا الله فانساهم انفسهم. طيب انا اقول لك، تدري ايش يقولوا لي بعضهم؟ اي يقولوا لي انت قشمر. ليش قشمر؟ تسمعني استاذ عدنان تسمعني؟ ليش يقولوا لك قشمر؟ قشمر لانه ما لعبت على الناس. شلون؟ فانا اقول لك هذا ممكن، مو ممكن من باب نظري، لا ممكن بالمعنى العملي. هي تتصارع فيما بينها، هي باعت انهار العراق، باعت قسم منهم، قسم منهم باع موصل العراق الى تركيا. تقول لي الى انه طيب، انه يستبعد الى انه يحصل مثل هذا؟ بس خليني مثل اسال، هذه الجريمه النكراء نتيجه صراع سياسي، بس لا عندنا اكثر منها ابو عمار. بس دقيقه اروح للدكتور نجم، وعندنا مطالب باقاله المحافظ. ما دام اسمعك عيني عدنان، ما دام اسمعك الخاطر الله. بس خلي اروح الدكتور نجم، وخلي الشباب يعالجوا لك الصوت. دكتور نجم، يعني وزير السيد مقتدى الصدر صالح محمد العراقي طالب بإقالة المحافظ فورا، ما أعرف أهل الناصرية، طبعا هو صدر شيء من المحافظ وبعدين انمسح وقال هذا، يعني المحافظ نفى تماما، قال هذا ما صادر من عندي، وقال أنه في هذا المنشور قال أنه لا أني ما أستقيل إلا بناء على طلب من أهالي الناصرية أو بطلب من مرجعية سيد السيستاني. أهالي الناصرية شلون ينظرون إلى إدارة المحافظة الآن دكتور نجم؟ عموما أنا قرأت التعليقات اللي صدرت من صفحة المحافظ، وللأسف اليوم الصفحة تهكرت، يعني نهائيا تهكرت الصفحة اللي هو يقول عنها أنها الصفحة الرسمية الآن غير موجودة على الفيسبوك. اللي صدر هو كذب المحافظ وقال هذا لم يصدر مني ودعا الى التهدئه. نعم. طبعا احنا رجعنا مره اخرى الى موضوع اعتبار انه الحادث هذا اداه للصراع السياسي، هذه مشكله. كان من المفروض انه بعد هذا الحادث نلجا الى اجراءات حقيقيه لكشف الجنات ومحاسبتهم وتقديمهم للعداله، واتخاذ اجراءات بمنع حدوث مثل هذه الحوادث مره اخرى، لانه في مشكله اخرى تواجهنا، انه كل المستشفيات المبنيه في المحافظه وحتى في المحافظات العراقيه الخاصه بالعزل هي مستشفيات استحدثت على عجل وكانت من السندويش بنل، فمن الممكن ان تحدث عندنا مشكله في الانبار وفي النجف وفي البصره وفي الحله وحتى في الناصريه. يعني الان بالشطره وبسوق الشيوخ وبالغراف المراكز بنيت من قبل تبرعات اهالي، فلذلك هناك محاوله لتحويل النظر الانظار عن المشكله الحقيقيه وتحويلها الى عمليه صراع سياسي. انا اعتقد هذا الامر هو لا يخدم المحافظه ولا يخدم رغبه اهالي محافظه ذي قار باحقاق العداله وبمنع. لا احنا نفكر بمستقبل المدينه التي يعني عندما يطالب السيد الصدر. نعم. بهذا المطلب، انت تعرف يعني التيار الصدري له حضوره في مدينه الناصريه،
يعني فرضا نعم انه نعم. السيد الكاظمي لم يستجب وهو لحد الان لم يعلق على مطلب السيد الصدر، طيب مستقبل التعايش داخل المدينه شلون راح يكون؟ والله انا اعتقد الى المزيد من الاحتقان والى المزيد من الازمات والى مزيد من المشاكل، لان كل طرف من الاطراف يرفض ان يتنازل للطرف الاخر، ووصلنا الى مرحله في اقصى اليمين وفي اقصى اليسار، كنا نحذر من هذا الكلام، وانه مجتمع الناصريه مجتمع متعايش ومجتمع عشائري وليس فيه فواصل طائفيه وعرقيه ومذهبيه، للاسف الان دخلنا في الصراع الحزبي، والعراق عندما يتحزب يذهب الى اقصى اليمين او اقصى اليسار، وهذه مشكله ايضا راح تدخلنا في صراع داخل النسيج الاجتماعي للمحافظه، للاسف البوادر بدأت تظهر، ووسائل التواصل الاجتماعي الآن بدأت تستقطب بهذا الاتجاه أو بذلك الاتجاه، وأعتقد هذا لن يخدم الاستقرار مستقبلا في المحافظة، وربما يعرض استقرار المحافظة الهش لمشاكل حقيقية. لكن لحد الآن السلطة المحلية لم يكن لها موقف واضح، يعني من الأمس لحد اليوم مجرد تصريح هلامي من قبل السلطة المركزية بالمحافظة، ولم يصدر هناك تصريح. للأسف اللجنة التي شكلت اليوم لأجل أن تأتي إلى المحافظة أيضا لجنة تعكس مدى الخواء الحكومي في التعامل مع الأزمات، رئيس اللجنة مع احترامنا إليه ولتاريخه هو السيد عدنان درجال، طبعا نفس المشكلة رجعنا بها، أنه هذا الرئيس اللجنة لازم يوقع على محاضر، لازم يكون يعرف فني قضايا الدفاع المدني، أنت الآن من ترسلني كمحقق رئيس للجنة في هذا الجانب، أنا ما عندي خبرات حقيقية في مواضيع الدفاع المدني في مواضيع طيب التصميم الهندسي، كيف أترأس لجنة؟ اللجنة على معلوماتي اللي أنتجت لنا الدستور اللي كان رئيس اللجنة على معلومات اللجنة أول ما وصلت للناصرية التقت بشيوخ العشائر، شنو العلاقة بالموضوع؟ أنا حقيقة لا أعلم بمدى مصداقية الأخبار التي تواردت، وحتى البيان الذي صدر من شيوخ العشائر لحد الآن لا تأكيدات على هذا الموضوع، من هم شيوخ العشائر الذين وقعوا على هذا البيان؟ من هم شيوخ العشائر الذي التقت بهم اللجنة؟ هل فعلا اللجنة وصلت أو لم تصل؟ ما علاقة شيوخ العشائر اللي هم أصلا يعني بالحقيقة كثير من عشائرهم بعيدة عن الجانب، المفروض تلتقي بالمسؤولين الحكوميين، المفروض تجي إلى موقع الحادث، لكن أنا أعتقد أن هناك مشكلة ربما تحدث أو تواجه اللجنة، هناك احتقان حقيقي في موقع الحادث من قبل الشباب ربما يمنع اللجنة أيضا من القيام بها، وهذا سببه عدم وجود مصداقية لدى الناس تراكمت خلال الفترات السابقة باللجان التي تشكل لهذه الأهداف، لأنهم يعرفون مقدما كما حصل في السابق أن قضايا كبيرة جدا في البلد سوفت لجان التحقيق فيها ولم تتخذ إجراءات، وربما تلقى التهمة على هذا المسؤول أو ذاك المسؤول، وهذا لن يرضي أهالي الناصرية. طيب نعم أستاذ غالب، إذا تسمعني الآن محافظ واسط محمد جميل المياحي اليوم حذر، قال إحنا مقبلين على انتخابات، أحذركم أكو تحصل حوادث، هذه الحوادث مقصودة غير مقصودة بس ربما راح تحصل حوادث، هذا محافظ واسط اليوم تحدث بهذه الطريقة على أنه إحنا مقبلين على انتخابات، لازم نتوقع هيك فواجع، يعني هيك يحصل حريق قتل كذا لازم نتوقع لأن إحنا مقبلين على موسم انتخابات. أستاذ غالب تسمعني؟ قطع الصوت. أعيد السؤال على حضرتك، محافظ واسط اليوم حذر أبناء واسط إحنا مقبلين على موسم انتخابات، توقعوا تحصل حوادث شبيهة باللي حصل في مدينة الناصرية، يعني هاي الانتخابات انتقام مو انتخابات. شنو القصة؟ طيب دكتور نجم، يعني لحد ما يتعدل الصوت مع أستاذ غالب، يعني ما نعرف شنو مشكلته اليوم من بداية الحلقة. اليوم محافظ واسط نفس الحالة تحدث أنه يا بتوقعوا أكو عندنا حوادث تحصل مثل ما حصل بالناصرية أو غيرها، لأن مقبلين على موسم انتخابات، على ما يبدو الناصرية عرضة لأكثر من غيرها من باقي المحافظات في هذا الموضوع. سعدنان، يعني للأسف هذه هي رؤية بناء الدولة العراقية منذ 2003 وقصر النظر عند كثير من السياسيين العراقيين وخاصة السياسيين الشيعة،
تصوروا أنه الإقطاعيات السياسية اللي كونوها هي ممكن أن تحميهم، لكنه نسوا مسألة مهمة جدا في العلم السياسي، هو أنه ضعف الدولة يؤدي إلى انهيار السقف على الجميع، ولا رابح في ضعف الدولة. الكل ساهم في إضعاف الدولة، الكل استقوى بمجموعات خاصة به مناطقية إقليمية طائفية، ووصلنا إلى هذه النتائج. كل شيء متوقع والباب مفتوح، وخاصة ليس فقط محافظ واسط وليس محافظ ذي قار، وإنما هذه التحذيرات صدرت من أعلى الجهات الحكومية حتى في انتخابات سابقة على انتخابات 21. فكيف في انتخابات 21 اللي هي فيها استقطاب شيعي حاد بشكل كبير جدا؟ كان الاستقطاب ربما في فترات سابقة هو استقطاب طائفي أو استقطاب قومي، الآن الاستقطاب داخل المناطق نفسها، سني سني، كردي كردي، شيعي شيعي. فبالتالي الأمور مفتوحة، والظاهر هم عندهم خبرات كسياسيين وإداريين باعتبارهم عملوا في هذه المؤسسات يعرفون. والسيد غالب الشابندر قبل قليل تكلم وهو يعرف كثيرا طبيعة العمل السياسي عن قرب، أنه من فعلا من الممكن لا سقوف لعملية الكسر العظم ما بين الأطراف السياسية. نتمنى أن لا يكون شنو اللي يميز الناصرية؟ إن خرج الناس قتلوا وإن سكتوا احترقوا. ليش هذا الاستقطاب على الناصرية؟ ليش هذا التكالب على الناصرية؟ شنو اللي يميزها من غيرها دكتور نجم؟ يعني أنا أستاذ عدنان منذ فترة طويلة قلت لابد من تشخيص أو تسليط الضوء على مشاكل الناصرية بشكل حقيقي، لأنه الناصرية كما تقول التقارير السابقة بارومتر الوضع السياسي في العراق. إن لم تستقر الناصرية لم يستقر العراق. هناك تعقيدات اجتماعية واقتصادية وعشائرية، وموضوع البطالة، وموضوع شعور أهل الناصرية بالمظلومية، وأيضا طابع العشائر اللي يجعل ابن الناصرية عبارة عن شخص يعني لا يقبل بأنه يكون يعني مسيطر عليه من الآخرين. هذه خلفية تاريخية تحتاج إلى بحث طويل، لكن مثل ما ذكرت حضرتك أنه الناصرية مؤثرة وفاعلة بحكم كون كثير من التيارات السياسية في العراق التاريخي والعراق الحالي هي مصدرها الناصرية. المزاج العام ينظر إلى الناصرية الآن باعتبارها ذات رمزية في الحراك الشعبي الأخير، وما يصدر من الناصرية ممكن أن يؤخذ. إضافة إلى ذلك أن الناصرية 19 مقعد موجود في هذه المحافظة، وهي محافظة معرضة للاستقطاب. أيضا الهشاشة الكبيرة جدا في الوضع الأمني وصلت إلى الوضع الاجتماعي، هذه ممكن أن تجعل الوضع في الناصرية مرشح لهذه الاستقطابات الحادة. إضافة إلى مشكلة تكلمت عنها حضرتك، هو نوع أنا أعتقد أسميه بنوع من رد الفعل العكسي لدى الكتل السياسية، بأنه حرقت مقراتها. ربما تصرفت أو نظرت إلى هذا الموضوع باعتبارها إهانة غير مقبولة من قبل شباب صغار بهذا المستوى يوجهون هذا التحدي الحقيقي لهذه الأحزاب. ربما هذه الأحزاب كانت تريد أو شكل من أشكال التشفي بهذه المدينة، وبالتالي أعتقد نحتاج إلى أنه نجسر هذه الفجوة أن أردنا. إذا تسمعني أرجوك، على الشباب أيضا أن يكونوا واقعيين، وعلى الأحزاب أيضا أن تكون واقعية. مفروض تشرين تكون نقطة فاصلة ما بين ما قبل تشرين وما بعدها، وعلى كل الأطراف أن تكون واقعية. للأسف الآن ليس هناك مبادرات حقيقية من كل الأطراف. للأسف هناك التطرف يزداد وصوت العقل ينخفض. نتمنى، وبالنهاية النسيج الاجتماعي يتعرض إلى الضرر. بدأنا نلاحظ هذا الضرر يحدث بين العشائر وفي المناطق، وهذا مطلب ما لا إطالة المحافظ دكتور. مجتمع الناصرية وأنت ابن المدينة كانت مدينة مستقرة أكثر المدن مستقرة، وكنا عندما نذهب إلى بغداد أو إلى محافظات أخرى نشعر بأنه المحافظة يعني فيها قوة للقانون أكثر من المحافظات الأخرى. الآن للأسف حصل هذا الإرباك الذي لم يؤدي إلى نتائج، وأتمنى أنه تلتفت السلطة المركزية ويلتفت العقلاء، تلتفت المرجعية، يلتفت هذه المحافظة، تسمعني؟ شيوخ العشائر. الناس تعبت، وبالتالي هذا أنا أعرف بك تعبت أيضا دكتور، تسمعني أم لا؟ على مستوى الحدث تسمعني دكتور؟ ما يسمعني الدكتور. أنا شلون غير أنا على أستاذ غالب وين؟ أستاذ غالب وين؟ أم والله ماكو فايدة يعني. أستاذ غالب ما يسمعني ودكتور نجم ما يسمعني. زين هسه شو أسوي؟ وين أروح؟ خذ فاصل. We'll be right back.
حياكم الله، أعتذر جدا عن الخلل اللي صار، أكو مشاكل يعني بالاتصالات على ما يبدو. قدرنا نأمن دكتور نجم، وبالانتظار أن يتأمن ويانا أستاذ غالب الشابندر. أستاذ نجم حياك الله مرة ثانية، شنو تأثيرات إقالة المحافظ على المدينة مثلا؟ يعني أنا أعتقد الفترة الحالية يعني غير مناسبة لإحداث هذا التغيير، لأنه المحافظ صار لثلاث شهور، فإقالة المحافظ ربما أيضا لا تأتي لنا بالاستقرار المطلوب في المحافظة، وبالتالي ربما يحدث هناك استقطاب غير مرغوب في المحافظة، وتستمر عملية عدم الاستقرار السياسي والأمني في هذه المحافظة، خاصة أنه كثير من الشباب الآن يعتبرون أنه المحافظ الآن هو كان أحد خياراتهم، يعني فبالتالي فعلا أكو عودة أو تهديد بعودة التظاهرات، ويعني مع أنه نشر الخيم بالحبوبي أكو هيش تهديدات بالمدينة؟ باليوم الأول بالساعة الأولى ساعدنا بالضبط بالساعة الأولى بعد الحادث كانت هناك مظاهرات غضب في لحظة ردة الفعل، وأنا كنت موجود، وكانت مظاهرات غاضبة جدا حتى أدى إلى احتكاك مع بعض قوات الشرطة. رغم احترامنا للأجهزة الأمنية بالحقيقة ما كنا نتمنى يصير احتكاك، لأن هؤلاء بالنهاية الناس ما لهم دخل، صاروا بالوسط نتيجة الإخفاقات السياسية، وهم اللي يدفعون ثمن المواجهة مع الناس، والناس أيضا لا يجدون ما يفرغون به لأنه لم يسمعهم أحد. بعد ذلك صار نوع من قطع الجسور، لكن الآن هناك نوع من الهدوء، والناس ينتظرون نتائج لجنة التحقيق، وينتظرون إجراءات حقيقية على مستوى الحدث، مو إجراءات ترقيعية. وأكرر مرة أخرى، طيب، الإجراءات الترقيعية التي ربما تتفاعل مع وجود رأي عام مؤثر في هذه الفترة، وبعدين نزل حدث ويجي حدث آخر. أعتقد المقاطعة الناصرية هي كانت بالقوة عالجنا الصوت ويا ها أبو عمار. نعم. عوف التليفون فدوة أبو عمار. هي عيوني هي الحمد لله والشكر، عشان صوتي خرخش هذا لحي نفسي شلت زين. بس سؤالي إلى حضرتك، التيار الصدري يطالب بإقالة المحافظ محافظ الناصرية وإعادة هيبة الدولة للمدينة. أنت تعرف مدينة الناصرية الآن وضعها صعب جدا، مؤسسات وضعها صعب جدا، وحتى الدوام يعني مشكوك به. شنو رأيك بهذه الدعوة؟ والله أنا في رأيي لأنه هاي الدعوة لا فائدة منها، ولا تؤثر إطلاقا، لا تقدم ولا تؤخر. ليش؟ لأنه ليست المسألة هي إقالة محافظ، وأما قول إعادة هيبة الدولة فعنوان هذا عام غامض غير واضح. لا، الحل في قضية الناصرية يكمن في النقاط التالية في وجهة نظري. تسمعني الأخ أبو؟ أسمعك إيه، تفضل. ألو، أسمعك. أولاً ينبغي على السيد رئيس الوزراء أن يبعث لجان من كل وزارة من الوزارات ترابط في داخل ذي قار، زين، لبحث كل الفغرات والمفارقات والإشكالات اللي موجودة. يعني ينبغي أن تكون هناك حكومة حاضرة باستمرار على مستوى من المسؤولين، وبالتعاون مع أهل الخبرة والاختصاص في الناصرية. هذا واحد. الشيء الثاني، ينبغي على حكومة السيد المالكي أن تسارع للاستجابة بالمطالب العاجلة، زين، التي تخص وتتصل بالحاجات المباشرة والحاجات السريعة. الثلاثة، هذا نقطة كلش مهمة، ينبغي الكشف الحقيقي عن نتائج التحقيقات، وإقامة حق القصاص العادل بالمتسببين علناً. أربعة، ينبغي تغيير كل ما موجود في مؤسسات الدولة بالناصرية أو ذي قار، بالصحة، بالتعليم، بالداخلية. ينبغي تغيير مدراء العامين والمفاصل الأساسية، وأن يكون تعيينها عن طريق رئاسة الوزراء وليس عن طريق لا برلمان ولا أحزاب. لأنه هذه المفاصل
هي محتلة من قبل الأحزاب. سؤال. ومحتلة من قبل الأسر. النقطة الأخرى، يجب استخدام القوة، القوة الخشنة، وهي ظاهرها خشن وباطنها ناعم. لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الجيش ينبغي أن يتولى عملية تنظيم كثير من الأمور داخل ذي قار، لا الحشد. بس خليني أسأل شيء الدكتور نجم يواش، ولا أنت نبهتنا على شيء أبو عمار. دكتور نجم، المؤسسات المدينة منقسمة حزبيا، الصحة للتيار الصدري، التربية للدعوة، ما أعرف شنو كذا، أكو هيك شيء؟ الناصرية ليس بدعة يا سيدي، وهذا الموضوع ليس بدعة في العراق، يعني هذه معروف، يعني هذه من المعرفات التي لا تعرف. زين. كل البلد مقسم حزبيا، يعني في حتى السفارات، حتى القنصليات، حتى الموانئ، المنافذ الحدوديه. التربيه المن بالناصريه مثلا معروفه، يعني هي مش ليس جديده، وعندما اقول انها مقسمه لن اخترع الحرف ولن اخترع العجله، هذه معروفه حقيقه في كل محافظات العراق، في النجف، في كربلاء، في الحله، في الموصل، في الرمادي، وحتى على مستوى مجلس الوزراء. بل بالعكس، هناك لجنة موجودة الآن في معترف بها قانونيا، هي لجنة التوازن اسمها، هي لجنة التوازن، هي غطاء وموجودة هذه بالبرلمان. دكتور، يعني الصدريين، الصدريين ينفون علاقتهم بالصحة، ينفون علاقتهم بالصحة. نعم، الصدريين ينفون علاقتهم بالصحة. سيد الكريم، يعني سيد الكريم، عندما يبدأ توزيع الوزارات، أنا الآن لا أتكلم عن طرف سياسي حتى أكون واضح، عندما الوزارة لم تكن للصدريين، كانت لأطراف أخرى وأطراف أخرى وأطراف أخرى، وكانت المشاكل قائمة بها، وخاصة على شركات الأدوية كيماديا وغيرها، لأن هي بها الهبرة الكبيرة، يعني مثل ما يقولون. الوزارات عندما قسمت، يعني حتى يتم إرضاءهم، كانت تعطل جلسات قرار الحكومة حتى يتم إرضاء هذا الطرف وهذا الطرف. يعني كيف قسمت الوزارة الآن؟ عموما الوزير عموما قبل فترة صدر قرار من محافظ ذي قار بإقالة مدير الصحة. هسه أنا ما أعرف هذا القرار المحافظ جيد أو غير جيد، هذا موضوع ثاني، لكن الوزارة قالت هذا باختصاصنا، وبالتالي قالت هذه خاصة بينا احنا. يعني وزير الصدر، دكتور، المشكلة يتنصب وزير الصدر ربط بين إقالة صدام الطويل، السلطة تعادل المسؤولية، ثم وإقالة المحافظ. يعني على حد معلوماتك، صدام الطويل كان، صدام الطويل كان صدري، معروف عنه صدري بالمدينة، لأن وزير الصدر ربط بين إقالة. والله يا أستاذ عدنان، أنا لا أستطيع أن أحدد من هذا بصدق، يعني بصدق أقولها بصدق، لا أستطيع أن أعرف هذا المدير إلى أي جهة وهذا المدير إلى أي جهة، لكن أقول لك بصراحة، أنا عندما كلفت في ملف المحافظة، كثير من الأطراف كانوا يطرحون علي أنه، وكل وأقولها بصراحة، كثير أعطينا هذه الدائرة وأعطينا هذه الدائرة، لكن هناك حديث بالناصرية يجري أنه هاي الدائرة لهذا الطرف، وهاي الدائرة لهذا الطرف، والمصفى لهذا الطرف، والصحة لهذا الطرف، والبلدية لهذا الطرف. هسه هذا الموضوع، يعني هم فعلا منتمين إلى هاي الأحزاب، أو أنه يستقون بهذه الأحزاب، أو أنه يدعون أنه ينتمون، هذا الموضوع بالحقيقة أنا لا أمتلك القدرة على تفسيره، لأنه يعني مش واضح. لكن عموما بالإطار العام، البلد فعلا مقسم هكذا، البلد يعني فعلا مقسم هكذا، ولذلك نظام المحاسبة أستاذ عدنان غائب، لا أحد يحاسب، لأنه إذا حاسبت المسؤول المخطئ اللي من حزبي، راح أطلع عليك عيوب المسؤول المخطئ من حزبك، وبالتالي هذا أدى إلى غياب المسؤولية، وأدى إلى التفكك التدريجي، وهذا التفكك التدريجي أوصلنا إلى هذه النتائج. جميل. الآن الدولة شبه مشلولة، ليس في الناصرية، ربما الناصرية هي الآن العضو الأكثر تضرراً في الجسد العراقي، لكنه حتى في بغداد موجود، تعرف أنت، حتى ساحات بالمطاعم مقسمة، جراجات مقسمة، المنافذ الحدودية مقسمة. سؤال، يعني هذا الموضوع ليس بدعة، حتى السجون مقسمة، هذا السجن لمن وهذا الطرف لمن، هذا الموضوع ليس بدعة يا سيدي، هذا الموضوع وليس جديد. أفتهم عليك وصلة الفكرة دكتور، طرف دون طرف آخر، لكن نقول انه هذه الطريقه يجب ان تتوقف الاحزاب. طيب، خليني اسال استاذ غالب، وصلتنا انه السقف سينهار على السيد رئيس الجميع. مجلس النواب، ولذلك نحن سنتكلم من اهلكم وناسكم يدفعون الثمن. طالب باجتماع رئاسات ورؤساء قوى سياسيه من اجل بحث وضع الناصريه. السيد الحلبوسي، هل يستوجب الموضوع، يعني الناصريه تستوجب اجتماع رئاسات ثلاث واجتماع قوى سياسيه من أجل حل وضعها، أستاذ أبو عمار؟
أخي العزيز، أنا في الحقيقة استمعت إلى كلام الأخ العزيز، يعني خلي يسمح لي أقول لفريد الشيء وبكل أخوة وبكل أريحية. ربما الأخ يداري، أعتقد يعرف إلى أنه هذا إلى هاي الطرف، يعني لأنه هو نفسه قال إلى أنه جاءتني أحزاب وطلبت مني دوائر هاي الدائرة إلي، فإذا هو يعرف. أستاذ أبو عمار أرجوك أنه لا تتكلم بأنه يعني ولا تقول على النوايا، أنا لا أعرف، ولو أعرف لكان قد قلت، لكن قلت في الإطار العام. لا تحاسبني على النوايا، لا تحاسبني على النوايا. أنا قوة مرتبها يا شوي، أعطينا مجال، هي قوة ماشية، أعطينا اسمح لي زين، اسمح لي. احنا أخي العزيز الصراحة ووضع النقاط على الحروف هو أكبر. باقي دقيقتين أبو عمار أرجوك، دقيقتين اختصرها. فأنا أعتقد المهم شنو كان سؤالك بالضبط حبيب قلبي؟ سؤالي كان عن دعوة السيد الحلبوسي إلى الرئاسات الثلاث، يقول تعال يا برهم صالح، يا سيد الكاظمي، ويا رؤساء القوى السياسية، خلي نقعد نفك مشكلة الناصرية. هل الناصرية عقدة إلى هذا الحد؟ شكوا بها، بالعكس هذا ضروري. أنا أعتقد إلى أنه حل مشكلة ذي قار هي مدخل لحل مشكلة الجنوب كله. حل مشكلة ذي قار هو مدخل لحل مشكلة الجنوب كله، وهذا كما قلت لك يتطلب مو اجتماع الرئاسات، لازم كل الحكومة أصلا من كل وزارة ينبغي أن تتأسس لجنة حيادية بعيدة عن الأحزاب وبعيدة عن الكتل السياسية، وتجلس هناك وتمكث لطرح مشكلة الناصرية من للكشف عن المشاكل التي تعاني منها ذي قار، وطرح الحلول واستخدام القانون والقوة الحكيمة. هذا مسألة في غاية الأهمية، وإذا حلت مشكلة ذي قار فإنها سوف تساهم في حل مشاكل المحافظات الجنوبية الشيعية المسكينة التي لاقت الويل والثبور على يد أحزابها السياسية الإسلامية الشيعية. شكرا لك أستاذ غالب الشابندر، باحث وكاتب من بغداد، وأيضا شكري للدكتور نجم عبدالطارش الغزي، أكاديمي ومرشح سابق لمنصب محافظ ذي قار من الناصرية. شكرا لضيوفي الكرام، أعتذر عن الخلل اللي حصل. سؤال حلقة اليوم، هل دعوة الصدر إلى إقالة محافظ ذي قار جزء من الصراع السياسي أم ضرورة تجاه مسؤولية الفاجعة؟ أترككم مع إجاباتكم، شكرا لكم، والملتقى قريباً.